عائلة تتخلى عن ابنها المريض وتتركه وحيداً في مستشفى بالقيروان. ما هي تفاصيل القصة؟ الطفل الذي يبلغ من العمر 11 سنة يشكو من مرض السكري ومقيم في مستشفى بالقيروان. لم يجد من يتكفل به بعد أن عجزت جدته المسنة عن ذلك بسبب ظروفها الاجتماعية الصعبة. الناشط بالمجتمع المدني بالقاسم الرحماني أكد في تصريح لإذاعة موزايك المحلية تجاهل المسؤولين المحليين لحالة الطفل رغم إبلاغهم عنها. وخلال إقامته بالمستشفى لم يكن الطفل يتلقى زيارات من أي أحد من أفراد عائلته باستثناء صديق له يبلغ من العمر 14 عاماً كان يعوده يومياً لجلب بعض الطعام والثياب إليه وفق المتحدث. والطفل هو واحد من ثلاثة إخوة أكبرهم يبلغ من العمر 17 عاماً يعيشون مع جدتهم الثمانينية بعد طلاق الأبوين وهجرة الأم إلى إيطاليا بطريقة غير نظامية.